وكيعيفوا مني الناس. والله العظيم شي حوايج كانوا في داك الوقت اش كان فيا حب شباب، كيعيفوا مني الناس، كيشوفك بنادم كيخسر سيفتو، كيشوف بنادم كيشوف شي ولد كيكون كيهضر معايا ولا جالس حدايا في المدرسه، ولا كيقولوا لي وي اللي تفوق جالس حدا شو وجهها كيداير كله مقياح. هادشي كله عانيت منه، وجهك داير بحال الغربال، وجهك داير بحال البغريره، وجهك كله حبوب بحال تكحاله، وجهك منسوخ، وجهك غوله كيخلع الدراري الصغار. هادشي كله سمعته وعانيت منه، وهذه هي قصتي مع حب الشباب. شنو نقول لكم، داس ايام عرفتي هاد البنات اللي قالوا لي الكوليج واللي سي رجعوني ايام لور. والله العظيم تذكرت بزاف ديال الحوايج. هذا ما كان احبابي بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تاخذوها كعبره. وهاد البوماغدا والمراره ديال حوتات السيبيا راه فريمون زوينين، جربوهما البنات، سواء اللي عندها البشره دهنيه اللي فيها الحبوب بزاف، سواء اللي جا هذاك حب الشباب من حيث لا تدري بحالي انا، جربهم راه واعرين. والله العظيم شي حاجه بسيطه ورخيصه وزوينه بزاف. بيزو كبيره لكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد في القناه، احداث جديده في القناه. ما ديوش على ديك الروينه اللي مورايا، انا قررت انني نخلي داكشي هكاك مرون ونجي اختي نتهلا في راسي ونجاوب على واحد لي كومونتير اللي جاوني بزاف صراحه. من شحال هادي هما كيجوني هاد لي كومونتير وكان كنقول واش نجاوب ولا بلاتي نجاوب ولا بلاتي، قررت انني نجاوب. ملي نوصل واحد الكم هائل كل فيديو كنلقى فيه تقريبا كومونتير في هذا الشكل هذا. شنو نقول لكم، كاينين الناس اللي كيسولوني اللي كيعرفوني من ايامات القرايه، من ايامات انني كنت في الكوليج في الليسي. كاينين الناس اللي تعرفوا عليا غير مؤخرا او لا هكايا من ورا الزواج، حيت شنو نقول لكم، تم ورا الزواج وقع لي نفس المشكل وعالجتو بنفس الطريقة. ألو غادي نهضرو اليوم على واحد الإشكال اللي كان عندي، وفي نفس الوقت نقدو الحالة حيت دابا قرب زمان يدخل الدار اختي، واليوم الجمعة راكم عارفين ما كيكونش عندي الوقت السبت والحد، يا اما كنكونوا خارجين يا اما خصني نعطي وقتي كله لبنتي وراجلي والامور اللي هي طبيعة الحال اهم من الشقه واهم من بزاف ديال الامور. داكشي علاش خصني نتهلا في راسي اليوم الجمعه. شنو كنت غنقول لكم بالنسبه للكومونتيرات، غنحطهم لكم هنا. اختاريت جوج وصافي عشوائيا لان كاينين بزاف بحال هاد الشكل هذا. الناس اللي كيسولوني على المعاناه ديالي مع حب الشباب او الحبوب ديال الوجه بصفه عامه، انا من الناس اللي عانيت بزاف وديجا هضرت معكم في هذا الموضوع هذا، ولكن ما درناش التفصيل اولا ما دخلتش في الموضوع بلي دي. طيب شحال هادي فاش كنت كنقرا في الكوليج، تقريبا من السنه الثانيه في الكوليج من الثامنه، وانا وجهي كله تقلب. لان باش نكونوا عارفين كاينين الناس، واخا انا ما كنامنش بزاف بهذا هذا الامر هذا بالضبط، ولكن منين وقع لي المشكل دو فوا عاد تيقت وقلت راه بصح، يعني الناس القدام راه بصح الهضره اللي قالوا راه فري كاينه. كيقولوا بانه كاين اللي الحبوب كيجي يعني كيجي هكاك من عند الله، يعني عنده واحد لابو اللي كتكون دهنيه ولا هذا كيجي داك الحبوب، وكاين اللي كيتعطاه. انا من الناس اللي عانيت جوج ديال المرات، علاش؟ حيت انا البشره ديالي اصلا ماشي البشره اللي خاصها تخرج الحبوب، وهاد الهضره قالها لي الطبيب، انا ماشي البشره ديالي ماشي من النوع ديال البشره اللي خاصها تخرج دوك الحبوب اولا دوك البوتور اولا حب الشباب كيف ما كنقولوا بالعاميه. البشره ديالي بشره مختلطه، وما عنديش السبب اللي غيعطيني هادوك الحبوب على وجهي نهائيا. يعني فاش خرج لي الحبوب اذا هو كيتعطى بواحد الطريقه، هما حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يعني الناس اللي كيديروا هاد الامور هادي. شنو نقول لكم، بالنسبه ليا عانيت واحد الفتره
وما كانش عندي الامكانيات، ما كانش عندي الفلوس، كنت كنقرا غير في الكوليج. ما كانش عندي شي واحد اللي ينبهني اللي يقول لي راه هذا ماشي يعني حبوب اصلي، كيفاش كيفاش كيفاش. ما كنتش عارفه هاد الامور كامله. شنو وقع لي؟ قريت تقريبا الثامنه والتاسعه كلهم وانا وجعي. شنو غنقول لكم؟ كتعرفوا ما بغيتش نعيفكم، كتعرفوا داك الحبوب الغليظ، داك الحب الشباب الغليظ الغليظ، غير حتى ماشي جاب شويه بشويه بشويه في فتره ديال المراهقه، غير حتى تفرقع وجهي كله هكاك حبوب وصافي. هادشي هو اللي كيبين لكم انه راه ماشي اصلي ديال هذيك البشره، راه غير محطي. المهم هادشي انا عرفته من بعد، تا وقعت الواقعه عاد عرفته من بعد. في ديك الفتره غير تتفرقع وجهي، نعست فقط لقيت وجهي كله حبوب، داك الحبوب الغليظ، داك الحب الشباب الغليظ. الو شنو كان غيكون المشكل؟ ما عنديش امكانيات باش غندير شي حاجه، ما عرفتش شنو. مشيت للفرماسيان، خديت الصابونه ديال نوفا باك، خديت كنظن سميتها نوفا باك، كانت نصحتني بها واحد السيده من العائله الله يجازيها بالخير. هي كتصلاح الناس اللي عندهم حب الشباب، ولكن ماشي بهذيك الدرجه اللي كان عندي انا وجهي. راه ما تخيلوش، راه ما عنديش شي تصويره اللي غنقدر نوريها لكم في هذيك لا بيريود، ما كنتش كنتصور بزاف باش نقدر نوريكم، زعما نوريكم الدرجه ديال داك الحبوب اللي كان في وجهي، والشكل ديالو كان كيخلع 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 فريمون كيخلع. مشيت خديت هذيك الصابونه وخديت فوطه هكايا خاصه، والو ما دار لي داك الشيء والو. تخيلوا معايا دوزت هذيك المده ديك العامين كامله. واحد النهار كنت ومشيت للطبيب، جمعت بالريال بالريال، مشيت للطبيب. الناس اللي كيسكنوا في اكادير غيعرفوا الطبيب اللي حدا اوطيل الحكونيه اللي في انس كان بالضبط، في هذيك الاقامه ديال الحكونيه. تما مشيت عند واحد الطبيب ديال الجلد، خرج لي الدواء والو، لا من يحرك سكينة هذاك الحبوب، ولا بغى يحيد ولا بغى ينقص ولا والو. كيكرم كيعاود يخرج واحد اخر تحت منه، كيكرم كيعاود يخرج واحد اخر تحت منه. بقيت هكاك المده ديال ديك العامين، خسرت الفلوس، ما بقاو عندي لا فلوس لا والو. واخا الدواء كان غالي، جمعت بالريال بالريال كيف ما قلت لكم، ومشيت خديت داك الدواء ما دار ليا والو. الوغ كنت غاديه في الشارع باقا كنعقل في السويقه، واحد السيد مسكين شنو نقول لكم، هذاك النهار ضنيت فيه ضن السوء ما نكذبش عليكم، حيت كنت غادا انا غادا ما عرفت مسخره عند العطار شي حاجه بحال هكا، غادا كانت جاره مسخره عند العطار. وتميت غادا ويقول لي البنت البنت وقفي، واحد السيد مسكين ما كرهش نلقاه اليوم، نقول له الله يرحم لك الوالدين وما نعرف كاع فين غنحط المقام ديالو. كنت غادا كانت مشى غادا مسخره عند العطار، حتى كيقول لي البنت البنت وقفي غير نهضر معاك. وانا درت في يديك هكا خنزرت فيه، انا ملي كنكون غادا كنت غادا بحال التران غادا ومخنزره وما نعرف شنو، خنزرت فيه وزدت. قال لي وقفي راه غير غنصحك، وانا نوقف. قلت عاد بلا مشطراجي وانا نوقف، وهو يقول لي اجي اجي عند مول الحانوت، واحد مول الحانوت سميتو ابراهيم مسكين باقا كنعقل. قال لي اجي اجي عند مول الحانوت، مشى عند مول الحانوت وقال لي عطيني ورقه وستيلو، عطاه ورقه وستيلو قال لي شوفي يا بنتي غتمشي للفرماسي غتاخدي هاد البوماده هادي، وغتوصي شي واحد بحار من الناس اللي كيبيعوا الحوت يجيب ليك المراره ديال الحوت السيبيا. الوغ منين قال لي هذيك المراره ديال الحوت السيبيا، دماغي قلت ربما هاد السيد هذا تكون عنده شي حكمه بصح. قال لي وراه هاد الحبوب اللي فيك في وجهك راه ما غيبقاش مازال. بقيت كنشوف داك السيد، قلت له واخا الشريف انا صافي حيت داك الحبوب فريمون. عرفتو اختكم شنو كنت كندير؟ ما كانش عندي دابا باش نشري شي فوندو طون ولا شي ايكرون سولاي ولا شنو كنت كندير. عرفتو ديك وريضه ديك ورده ولا ما عرفت سميتها، ديك الطاسه بيضاء هكايا دير بحال هكا مصوره فيها ورده وسميتها ورده واقيلا نيت، طاسه بيضاء كنت كنمشي نشريها ب 10 دراهم شي حاجه بحال هكا. هي اللي كنت كندير كنغطي بها داك الحبوب ملي كنكون غادا لشي بلاصه ولا غادا للمدرسه، كنديرها باش نغطي بها داك الحبوب حيت ما عنديش حل. وداك الحبوب ما حدك كدير عليه شي حاجه فيها الريحه ولا شي بوماد ولا شي حاجه كيزيد يجهل الكثر. الوغ داك السيد قايد لي سميت البوماده نيوكورت، باقا كنعقل نيوكورت ولا نيوكورت وحده من جوج. الوغ قايد لي سميت البوماده، قال لي شوفي بنتي تمشي للفرماسي تاخذي هاد البوماده راه رخيصه كدير غير شي 20 درهم. قلت له واخا الشريف الله يرحم بها الوالدين. قال لي وغتوصي شي واحد
اللي كيجيب الحوت يجيب لك المراره ديال الحوتات السيبيا، غالبا ما كتكونش في الحوته، غالبا كيحيدوها البحار، ما عرفتش علاش بالضبط، المهم بزاف ديال الحاجات. قال لي ولكن وصي من تما توصيت واحد السيد تما نيت كيبيع الحوت عنده محل. قلت له انت خير الطبار الله يرحم الوالدين بغيت هادي، جابها لي مسكين، جابها لي من بعد شي تقريبا شي سيمانه دزت عنده، قال لي كاينه صافي. مشيت خديتها وبقيت كطرطق ديك المراره في واحد الطويزه كتسد وكنديرها في الثلاجه، بقيت كل نهار كندهن من ديك المراره وجهي عاد الناس، كنغسل وجهي بالصابونه الحجره كندهن من ديك المراره وكنعس عاوتاني. منين كنكون غير في الدار بالنهار في الصباح بعدا كنفيق نغسل عاوتاني وجهي بالصابونه الحجره، وملي كنكون غير في الدار كندير ديك البوماده. اش غنقول لكم، في ظرف ديال تقريبا 10 ايام حتى 12 يوم بحالي الا كنت كنكذب، دخلت ديما كيقول لي بحال الا كنت كنكذب، قسما بالله العلي العظيم الا بحال الا كنت كنكذب، وجهي صفا كلشي كيسولني شنو درتي لوجهك شنو درتي لوجهك شنو درتي لوجهك، البنات العيالات اللي تلقى معايا تيقول لي شنو درتي لوجهك نلحبو، وجهي صفا 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 ما بقات في حتى حاجه من غير دوك السيكاطريز ديال الحبوب، عالجتهم بواحد الوصفه ديال لوبان الذكر، كنت كنمشي نشري جوج درهم ديال لوبان الذكر ونرجع للدار. ممتي كنتسكر زعما شي حاجات. ايوا اختكم وجهي صفا ما بقاش فيه الحبوب، ما بقاش كينوض فيه الحبوب بحال هكا، ما بقاش كاع كينوض فيه الحبوب. داك السيد فين ما كان فين ما كان، والله يرحم ليه الوالدين، الله يجازيه بالخير، الله يرزقه يا ربي الجنه، الله يجعلها في ميزان حسناته يا ربي، الله يجعلها ليه. اش غنقول لكم، صدقه جاريه حسنه عند الله سبحانه وتعالى، يا ربي يا ربي يا ربي تجازيه بالخير. عمري ما نسى خير، واخا انا خفت منه داك النهار حيت الشكل ديالو ولابس مسكين داك الجلابه وهادي، انا خفت منه ما نكذبش عليكم، الله يسمح ليا والله يرحم لي الوالدين في هذا النهار هذا. من داك النهار وجهي صفا، وليت كندير بوماده، وانا ما كانش عندي الامكانيات البنات، ما كانش كنشري دي فوندو طون ولا ما نعرف شنو. اختكم ابوفري خلادك ابوبري. صافي داز داك الوقت ولا وجهي نقي، كلشي كيسولني كلشي كيسولني، كنت كنقول للبنات على الوصفه شنو شنو درت. داز داك الوقت وكملت هذيك البوماده، وخا انا وجهي صفا كملت هذيك البوماده وكملت هذيك المره السيبيا، حيت مورا ما دازت ديك 10 ايام وخا ولات واحد شويه الريحه كملتها، صبرت ما نكذبش عليكم غير باش ما نبقاش ثاني في ديك الحاله. صافي هي هذيك دازت الامور كلها بسلام، ارا ليك دازت الوقت تزوجت. منين تزوجت من ورا عام ونص ديال الزواج، كيفاش عاوتاني رجع نفس الحبوب عاوتاني، انا عارفه كيفاش ولكن خلي داك الجمله راكت، رجع نفس الحبوب نفس الحاله، رجعت درت نفس الحاجه، نفس البوماده نيوكورت، نفس المراره السيبيا، والصعادي لواحد البحار وجابها لنا. شنو نقول لكم، الحمد لله الحمد لله، رجعت كندير بوماده الشمس لوجهي اللي كرون ديال الشمس، رجعت كندير فوندو تان بحال الناس، رجعت وجهي كنقدر نخرج قسما بالله. هيك دابا كنهضر معاكم راه تقولوا لي خرجي بلا مكياج، نخرج بلا مكياج ما عنديش مشكل. والبارح عاد كنت خارجه انا وعادي، قال لي بازليك، قال لي انا من الناس القلال اللي شفت، البنات القلال اللي شفت كيقدروا يخرجوا بلا مكياج هي انتيا، نقدر نخرج بلا مكياج، راه عندي في المكياج اللي يتحرق ما يتمكي هي مسكين ما يشري ليا، وكنقدر نخرج بلا مكياج ما عنديش مشكل نهائيا. شنو نقول لكم، هذاك السيد عمري ما نسى خير. فهذه هي الاجابه ديالي للبنات كامله اللي كيسولوني اختي رشا شنو درتي، اختي رشا شنو درتي الحبوب، هي هذه الاجابه ديالي. وبالنسبه منين كتعالجوا الحبوب بيان سور كيبقاو لكم لاطراس السيكاتريس ديال الحبوب. ان شاء الله الفيديو الجاي ولا اللي بعد منه غادي نعطيكم الوصفه بالتدقيق وبالطريقه، وغنصورها معكم بالليل ونتسنى حتى الصباح باش نشوفوا كيفاش هاد الصباح، باش نوريكم طريقه كيفاش كنطبق الوصفه ديال لوبان الذكر بالنسبه للسيكاتريس ديال الحبوب باش ما يبقاوش فيكم. انا راه عندي النمش في وجهي على فكره، هتشوفوا هنايا راه عندي النمش في وجهي ماشي حبوب، هذه حبوبه ولكن هنايا كاين عندي النمش، راه الناس اللي كيتلاقاو معايا مباشره راه عارفين هادشي هذا. شنو نقول لكم،
هاد الفيديو هذا درته باش نجاوب البنات بزاف. راه ماشي بالضروره البنات تمشيو للحاجه الغاليه وتمشيو تشريو الدواء غالي وتمشيو تعلقوا فين تفلقوا كيف ما كنقولوا وتمشيو تخلطوا وتخربقوا في الوصفات وديروا لوجهكم ولا تخربقوا شي حاجه اللي غضركم صحتكم ولا في وجهكم. راه دي فوا وحق الله العظيم بعض المرات كتلقى العلاج ديالك في شي حاجه بسيطه والثمن ديالها بسيط وانت كتقلب لا هاد البوماده حيت رخيصه ما غادي ليه والو بلاتي نقلب على الغاليه. شوفوا شوفوا انا راه من الناس اللي اذا جاتني حبوبه مثلا لحد الان كتجيني مثلا حبوبه وحده في واحد لابيريود كتجيني حبوبه وحده كتكون دايره الراس وديكشي انا من الناس اللي فيها هكا ولكن كنحط حدايا الماديكاسول بوماده ديال الماديكاسول اولا كنحط حدايا البوماده الصفراء ماشي 03 ديال البشره ولكن ما كتليقش ليا انا لا درتها ديك الحبوبه كتنوض بنت عمتا حداها. كندير البوماده ديال العينين 01 01 هي اللي كتصلح ليا كنحطها غير فوق راس الحبوبه ولا شويه ديال الخرقوم بلدي مطحون. راه كاينين حوايج بساط قسما بالله الا كاينين حوايج بساط وحنا كنبغيو نعقدوا الامور وكنقلبوا على شي حاجه اللي هي غاليه وشي حاجه اللي هي واو ما نمشيوش بعيد. انا بالنسبه ليا حاليا كنقلب على شي حوايج بساط. ها نتوما شنو كنستعمل بالنسبه للوكور؟ كندير لوكور كندير غير شي هكا فازلين ب 29 درهم ما عرفت 26 درهم شي حوايج بساط. كنستعمل هاد لاكام هادي ديال الفيتامين سي يعني كنستعمل شي حوايج بساط وجاي ليا مع البشره ديالي. ماشي بالضروره انا شفت وحده شاريه كريم ب 600 درهم 700 درهم 1500 درهم خصني حتى انا نمشي نتعلق ونتقاتل ونجمع فليسات وانا ما عنديش ونتحربن باش نمشي نشري هذاك الكريم ب 1000 درهم ولا 1500 درهم. الله يختي الله. ويلا ما جاش معاك يلا ويلا دار لك شي مصيبه في وجهك لنفرض كاع ما دار لك والو الا ما جاش معاك ما دار لك حتى حاجه من داكشي اللي انت عواله على مشات الفلوس هباء منثورة. راه شوفوا تبدير ما كيبغيه الله لا العبد. نحاولوا نخدموا شويه دماغنا ونمشيو شي حوايج اليوم بسط وقرب لينا وردي فورا كيكون الحل غير حدا رجليك وانت عينيك بلاصه عينين الجمل. نحاولوا شويه نتواضعوا خلا هذاك بكل تواضع خلاها الشاف العروبي بكل تواضع اختي. هذه هي قصتي مع الحبوب وضحكوا عليا الناس وقالوا الحبوب وضحكوا عليا الناس وقالوا وجاك وكيعيفوا مني الناس. والله العظيم شي حوايج كانوا في داك الوقت فاش كان فيا حب شباب كيعيفوا مني الناس كيشوفك بنادم كيخسر سيفتو كيشوفنا كي كيشوف شي ولد كيكون كيهضر معايا ولا جالس حدايا في المدرسه ولا كيقولوا لي وي اللي تفوق جالس حدا شو وجهها كيداير كله مقيح. هادشي كله عانيت منه. وجهك داير بحال الغربال وجهك داير بحال البغريره وجهك كله حبوب حالتك حاله وجهك منسوخ وجهك غوله كيخلع الدراري الصغار. هادشي كله سمعته وعانيت منه وهذه هي قصتي مع حب الشباب. شنو نقول لكم داس ايام عرفتي هاد البنات اللي قالوا لي الكوليج واللي سي هذا راه رجعوني ايام لور. والله العظيم تذكرت بزاف ديال الحوايج. هذا ما كان احبابي بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تاخذوها كعبره وهاد البوماده والمراره ديال الحوتات السيبيا راه فريمون زوينين. جربوهما البنات سواء اللي عندها البشره دهنيه اللي فيها الحبوب بزاف سواء اللي جا هذاك حب الشباب من حيث لا تدري بحالي انا تجربهم راه واعرين. والله العظيم شي حاجه بسيطه ورخيصه وزوينه بزاف. بيزو كبيرة لكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه.